ومين اللي هيقول الاكشن؟ انا في الاول كنت بكتبه بالفي، بس بعد كده غيرتها وبقيت بكتبها بالاف، تبقى مميز اكتر في السيرش يعني. بس هو خطر والكلام عليه مطر اصلا في المزيكا. بالنسبه للمزيكا هو انت لازم تستغل الحاجات دي وتستخدميها يعني، بس هو ممكن يكون خطر مثلا في برضو ان الحاجات عليه بتتشاف بسرعه وبتنتشر بسرعه، فانت برضو لازم تبقى حاسبه شويه انت بتعملي ايه يعني، او بتكتبي ايه او كده. لحد ما اعتقد ان انا واخد وضعي، وفي نفس الوقت برضو انا بحاول ان انا اخد وضعي اكتر. احنا هنا لسه مش زي بره، فالشغلانه دي لسه مش مفهومه قوي، فهي انا باخد يعني مجهود عشان اخد وضعي في الموضوع. فكره التعاون عامه بتظبط مع الاثنين، مبدئيا من ناحيه الشغل نفسه يعني، ان كل حد بياخد من التاني حاجه، بيستفيد من التاني حاجه، بس الموضوع كده كده رايح جاي. مبدئيا انا فعلا نزلت فيديو بتكلم فيه عن حقوق الملكيه وكده، ونزلت التراك ده في نفس اليوم، بس انا شايف ان الموضوع ملوش علاقه ببعض يعني. حقوق الملكيه ان حد ليه حق في حاجه كشغل او كبزنس او كده، متفقين عليها وكل الحاجات دي بتبقى متفق عليها. حته الراي دي هي ملهاش علاقه بالموضوع يعني. انا عندي حق ان انا انزل الاغنيه، ولو ما كانش عندي الحق ده ما كنتش انزلها، ان انا مش هاذي نفسي يعني. ان انا مثلا انزل حاجه مش بتاعتي، فممكن حد يقفلها، ممكن حد ياذيني. هو يعني لو انا عملت كده الموضوع الشخص التاني في ايده بسهوله ان هو يمنع ده، او يرفع عليكي قضيه، او ايا كان ايه اللي هيحصل. فانا مش هاخد خطوه اذي نفسي بيها يعني. مفيش فنانين محددين اكتر من هي انواع مزيكا يعني. التكنو مثلا مش الناس اللي اثرت على قد ما النوع نفسه يعني. المهرجانات نفس الكلام يعني، انا بسمع مثلا مهرجانات قديمه قوي، مهرجانات جديده، بسمع الملحنين قدام شويه، لان هم يعني فيها يعني في عندهم الحته الشرقيه دي الاصول بقى بتاعتها. في الوقت ده انا حاسس ان انا عايز اركز على المزيكا اكتر يعني، اكتر من ان انا انتج حاجه لشخص معين. عايز انتج انا لنفسي انا، وانتج البوم مش تراك. بس الثلاث حاجات كلهم في نفس الوقت. كل حاجه في نفس الوقت، حطي معاهم تكنو كمان، حطي معاهم اللي انت عايزاه. بس هو خلاط يعني، الموضوع خلاط ما بين كل حاجه. انا ما اعرفش، هو الوقت بيتغير يعني بسرعه وكده، بس انا حاسس ان عامه الصوت الالكتروني عامه الغامقه شويه هي يعني الناس تبقى تسمعها اكتر يعني. كلها هتغمق في المزيكا بعد. الموضوع رايح بقى في وباء بقى، الموضوع انا اكتئب بقى. هو في يعني كذا تراك بحس من اتجاههم الموضوع ده، بس مثلا فري بحس ان هو من احسن الحاجات اللي عملتها من اول ما اتعمل، وهو بيتعمل نفسه والروح اللي كانت حاصله اثناء التراك ده. وبرده يعني التراك يعني خدت وقت فيه اكتر، تلاقي خدت وقت فيه في الشغل، و اتعمل بروقان كده لحد ما اتقفل بكل تفاصيله. حد بيقول حاجه انا مبدئيا في ده اول تراك عملناه يعني انا ومروان. ده كان في طاقه حلوه كده موجوده في المكان، واحنا كنا بنتكلم عن المزيكا عامه وعن المزيكا في مصر والدنيا هتبقى فيها ايه وايه اللي حصل. فهو كنا بنتناقش كده مناقشه رايحه جايه، مثلا هو بيكلمني عايزين نحط كيك وسنير، فنحط كيك وسنير، وبعدين قعدنا نظبط في الكيك وسنير لحد ما وصلنا لحاجه تمام. وبعدين ابتديت انا احط في المزيكا، وبعدين يعني فضل الموضوع رايح كده لحد ما كوننا العظم بتاع البيت او كده. وهو المود اللي احنا كنا شغالين يعني فيه هو بالظبط الموجوده في التراك، اللي هو لو تتجنن تبقى فري كده. كان في حاجه فوق كده فعلا، فاحنا كنا فوق كده فاهمه في الموضوع يعني. التراك ده في منه تقريبا 6 أو 5 أو 5 فيرجنز. في اول واحده وتاني واحده وتالت واحده ورابع واحده لحد ما وصلنا خامس واحده، دي اللي هي كانت مع الميوزك فيديو، اللي هي الصوره كامله بقى اتقفلت فيها يعني. انا بتواجهني في خلافات يعني ليها علاقه بالشغل نفسه،
في فكرة اللي هو الشخص اللي قدامك بيتعامل معاك ازاي، هل هو بيتعامل معاك ان هو بيتعاون معاك، ولا بيتعامل معاك ان هو بيشتغل معاك او بيشتري منك حاجة او كده. فبحس ان هو يعني مثلا ممكن يكون سبب الخلاف او حاجة من النوع ده يعني. بس في نفس الوقت انا يعني اتمنى ان ميبقاش في اي خلاف عامة مع اي حد، واتمنى ان هو ميبقاش في اي حرب من النوع دي عامة يعني.